الصورة هاي الصورة هاي الصورة هاي الصورة كاين الصورة عندنا هي كتبان أمام مخرج. الصورة كتجاوب منتخب ديال من؟ شكون اللي كيحكم؟ لأن هنا غنوليو نشتو، هنا مابقاش احترام ديال إطار وطني مع إطار وطني آخر. حيت اليوم لو أنت غتكون قرب غير حدا قرب حجرة الملابس في اختصاصات ديالك، اش تقول لي عندي تسعود؟ عندك تسعود ما كتلعبش فيهم حتى ثلاثة، عندك تسعود راه تكمل بهم لا ليست كتلعبهم. وخلينا السيد يخدم، خلي السيد يخدم، كاين مدرب كتحترمو يكون تكون انت بطل المدرب، هذا هو الاحترام ديال احترام اختصاص. انسان جاي كيشتغل عنده مجموعه، خليه يطبق افكاره، خليه يوري شنو عنده الناس. وزعما بغيتي تدخل تما تما بين الميطا وميطا باش تحسب لينا انجاز، راه حيت جيتي انت حنحقوا شي حاجه. راه السيد خلي السيد كيخدم مع المجموعه، كاين السيد سكيتيوي وكاين يوسف حجي، خلي الناس تطبق افكاره، خلي الناس تبتكر، خلي الناس تخطا، حيت في الخطا تتعلم. حيت راه انت خطا، انت كون درتيها من السكوب ديمون تكون احنا جايبينكم دافريك وحنا ناعسين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.